دلوقتي بقى جايين على الشق بتاع التكاليف والموازنة والفلوس والتصدير والأحجام الإنتاجية. فنرحب جدا جدا بأستاذ أحمد بكري فهمي، مدير عام التكاليف والموازنة في المصنع والشركة. ازيك، عامل ايه الأول؟ أهلا وسهلا أستاذ يوسف. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. تمام. طيب، عايز أتكلم معاك شوية على مسألة حجم التكلفة هنا، حجم المكون المحلي بتاعي في المنتج النهائي. انا بدات بقد ايه ووصلت لقد ايه؟ هل قدرت استغنى شويه عن مكونات كنت بستوردها في البدايه؟ برضو عايز اتكلم عن موضوع المكون المحلي ودعم الدوله لملف دعم الصادرات. طبعا ده ملف مهم جدا، خاصه اعتماد الدوله على المكون المحلي. احنا في سنه 2020 كان عندنا نسبه المكون المحلي بنسبه 74%. تمام. أوكي. وصلنا ل 2023 نسبه المكون المحلي وصلت ل 84.63%. تمام. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بدانا نحل محل البديل الاجنبي مكون محلي، ده بتشجيع للصناعه المحليه وبالتالي بتقلل الضغط على احتياجك للدولار. بالظبط بالظبط. حلو. ومع مع الرفعه في دعم الصادرات دي قدرنا نزود كمية الصادرات خارج البلاد. يعني أنا بقنن دولار. بالضبط كده. حلو. يعني أنا بقنن خروج الدولار من عندي، تمام، وفي نفس الوقت بستقطب دولار من خلال الصادرات. صح. عظيم جدا. طيب، مع اللي احنا بنتكلم فيه ده، احنا هنا بنتكلم على مصنع زي ما انت ذكرت. انا شايف قدامي كم طاقات من الشبان مهوله. مظبوط. ما شاء الله. مظبوط. انتوا بتصدروا قد ايه؟ والله احنا كان في الفتره الاخيره دي كان في فتح مشروع واسواق جديده جدا، دخلنا دول في افريقيا، في الاردن، اليمن، ليبيا. عندنا دول كتيره جدا في الفتره الاخيره دي، فتحنا اسواق جديده جدا، كينيا في 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 كدول افريقيه. تمام. عايز اقول لحضرتك مستوى الصادرات رفع بنسبه 41% من سنه 20 في من سنه 2020 لحد سنه 2023. الفتره دي هي فتره كوفيد 19 لو حضرتك تتذكر. مظبوط. تمام. الفتره دي ما كانش حد عنده رؤيه للي جاي. تمام. احنا بفضل الله كان عندنا يعني خطه وفضلنا ماشيين عليها. احنا الشركه الوحيده اللي كانت وسط الشركات اللي بتقدم وبتعمل تدريب وبتعمل استقطاب للعاملين. تمام. حتى في الفتره دي رفع متوسط العماله من 750 او 760 عامل ل 1750 عامل. ما شاء الله. تمام. يعني الناس كلها كانت قلقانه وبتوقف. العالم اجمع. العالم اجمع. اقول لك الناس كلها وانتوا مكملين. بالظبط. برافو. عايز اقول ان الطاقه القصوى للمصنع هنا بتتراوح من 55,000 متر مربع يومي ل 60,000 متر مربع يومي. تمام. فالطاقه المستغله عندي بتتراوح من 40,000 متر ل 43,000 متر في نهايه الربع الاول من سنه 2024. ناويين تزودوا الطاقه الانتاجيه اكتر من كده؟ أكيد طبعًا. خلال الفتره الجايه. اكيد طبعا. وعامل لها طبعا خطه ونسب وكل أكيد الكلام. اكيد طبعا. مع فتح الاسواق الجديده للصادرات في خطه ل 2025 ان احنا مع زياده 2025 نزود حجم الانتاج والمبيعات. تمام. بما يتناسب مع الطاقه القصوى الموجوده حاليا في المصنع. طيب، اي منتج او اي مصنع في مصر بالتاكيد بيبقى مشغول بمساله جوده المنتج بتاعه. تمام. وانا لاحظت ان انتوا فعلا مهتمين بمساله متابعه الجوده. تمام. واظن علشان ده يحصل لازم كمان بتاخد شهادات دوليه. تمام. احنا حصلنا على شهاده الايزو في البيئه والسلامه والصحه المهنيه وفي جوده المنتج. تمام. وده اللي بيدل على قوه وصلابه وجوده المنتج النهائي في الشركه عندنا. عظيم جدا. انتوا عندكم مثلا خطه؟ يعني انا بقول ايه، انه الجماعه الاوروبيين دول طول الوقت في مساله السيراميك اظن بيعتمدوا على الاستيراد بجانب الاستيراد اللي بيحصل من اسبانيا. احنا عندنا قدره اكبر على المنافسه في اوروبا؟ اكيد طبعا. ده فعلا اكيد. واقدر اديله منتج زي اللي هو بياخده من اسبانيا او بياخده من دول تانيه؟ اكيد طبعا. واقول لحضرتك الدليل على كده ايه؟ الدليل على كده ان انا في الفتره دي ومع ظهور المنتج الاسباني والصيني في البلد عندي هنا، انا بدات افتح اسواق جديده اكتر. تمام. والمنتج المحلي برضو انا بقول لحضرتك احنا بنزود كميه الانتاج لتلبيه احتياجات المحلي والتصدير. اللي يمكن ملاحظ خلال الفتره الاخيره، وانا عايزك يمكن تشاركني في المناقشه دي. أوكي. انه الرئيس بمبادرات كتير بيشجع طول الوقت على التصنيع.
حتى انه كان في بعض الشركات وبعض المصنعين ما كانوش لسه بيشتغلوا بشكل مقنن او منظم. اوكي. انتوا لاحظتوا انه حصل تغيير او ممكن في مصطلحات اخرى طفرة في الحكاية دي؟ الموضوع ده حصل فعلا في ملف دعم الصادرات. حلو. ملف دعم الصادرات انا بحيي الدولة اولا على الملف ده. ليه؟ لان الملف ده بدأ يظهر شركات للنور. الملف بيشترط على المكون المحلي انت لازم تقدم سجل صناعي للمنشاه بتاعتك اللي انت بتورد منها الخامات. اوكي. هايل. فانا عشان استورد او عشان اجيب ماده خام محل الصنع يشترط على اللي بيورد لي الخامه دي ان هو يكون عنده سجل صناعي. فبالتالي الشركات اللي ما كانش عندها سجل صناعي بدات افرض عليها انا عشان اشتري منك الخامه دي لازم توفر لي سجل صناعي. وبدا فعلا ظهور شركات اللي هي موجوده تظهر للنور مع ملف دعم الصادرات وتشجيع المنتج المحلي. ربنا يوفقكم والله ينور زي ما بتقال. وجزء كبير جدا من سعادتي هو انه كلكم ما شاء الله شبان وفي اعلى مناصب موجوده هنا في الشركه وفي مجموعه المصانع. شرفتنا ونورتني. شرفتني ونورتني. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا. شكرا.